ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا، حياك الله. كيف الحال؟ الله يحييك. الله يسلمك يا رب. من معانا؟ صلاح القرن معك. يا مرحبا وسهلا في أخوي صلاح، تفضل. حياك الله. والله حبيت أنكم تطرحوا موضوع اللي هو التباين في أسعار الباقات من شركات الاتصالات بالنسبة لآجل الدفع ومسبق الدفع. طيب. يعني بالملاحظ أي شخص ممكن حتى تدخل على الموقع الرسمي لأي شركة اتصالات عندنا في البلد راح تلاحظ أنه في فروقات في أسعار الباقات المقدمة للبيانات والمكالمات بين المسبق الدفع وآجل الدفع. نعم. فحسب تصوري واعتقادي البسيط أنه نحن نستخدم نفس الشبكة والمفروض أنك أنت مزود للخدمة وتقدم هذه الباقة أو تبيع هذه الباقة للمستهلكين، فليش في تفرقة أو سبب التفرقة في أسعار الباقات إذا كان مسبق الدفع أو آجل الدفع؟ قصدك يعني أنه آجل الدفع تكون الخدمة أو الباقات أرخص مقارنة بمسبق الدفع؟ صحيح. وبشكل يعني تشعر أنه في فارق كبير؟ أكيد أكيد في فارق. يعني على سبيل المثال الحين أنا قبل الاتصال بدقائق كنت في أحد المواقع، كنت بصف أحد مواقع شركات الاتصالات. أبسط حاجة أنه ب 15 ريال ممكن تحصل لك على باقة ب 40 جي بي. طيب. كآجل الدفع. في المقابل ب 18 ريال مسبق الدفع راح تحصل لك على 30 جي بي. وعلى فكرة هذه ال 18 ريال هذه فقط أعتقد أنها لعرض مؤقت، هذه باقة جديدة يعني. إيه نعم. رغم أنه في عرض وفي كذا لكن ما زال أنه في فرق كبير في السعر، أنت حاليا تبيع الجي بي هذا للمستهلك. نعم. فإيش السبب أنك تبيعه بسعر مختلف للآجل أو المسبق؟ نعم. يعني أنت كمستخدم لهذا الخدمة ذا الموضوع يثير علامات استفهام أنه مثل ما ذكرت يعني في البداية تقول يعني المفروض أن تكلفة الخدمة يعني وحدة، أني أنا أحصل على هذا العدد من البيانات وهذا أحصل على هذه المساحة من البيانات، ولكن صحيح. فرق السعر كبير يعني. صحيح. طيب. وعلى كل حال يعني في التعاملات التجارية بما أنه هذا تعامل تجاري بين مستهلك وبين شركة مزودة للخدمة، في التعاملات التجارية عادة مسبق الدفع يحصل على معاملة مميزة. يعني في كل التعاملات التجارية إذا تدفع مقدم لك مميزات أفضل طبعا، غير عن آجل الدفع. لكن في موضوع الاتصالات لا، الموضوع معكوس. لكن في فرق بعد، يمكن آجل الدفع أنت تدفع يمكن رسم شهري ثابت 3 ريال ولا كم يعني في بعض الخدمات. يعني يعني مثل ما قلت أنت صح، يعني بشكل عام أنت دائما لما تدفع مقدم لأي خدمة تشتريها تحصل على مزايا أفضل، لكن هل هذا ينطبق على خدمات الاتصالات بشكل عام؟ أنا بصراحة يعني أشكرك لأنه فعلا يعني أثرت الموضوع يستحق أن الواحد يسأل عنه ويشوف يعني ليش. أقل شيء يعني يمكن في شيء خلنا نفهم يعني، يعني حتى لو يعني جاسم ممكن يتواصل حتى مع هيئة تنظيم الاتصالات نقولهم أنتوا لما تجيكم موافقات من شركات الاتصالات تريدوا موافقات على عروض معينة، ليش عادة مثل يعني ما ذكرت الحين أنه دائما الآجل يكون أرخص عن المسبق ويكون في فرق يعني كبير؟ صحيح. زين، ما يهمك. سابقا كان ممكن نعطيهم عذر أنه سابقا كان تطبع البطاقات الرصيد ويتم توزيعها على المحلات. هي توفر يعني حاليا كده. التعبئة ممكن تعبي وانت جالس بيتك عن طريق التطبيقات. صح. فما في أي تكلفة، فياريت تستشيروا حد تقني أو شيء، هل مسبق الدفع يكلفهم أكثر أو تشغيله غير أو يستخدموا شبكة غير؟ نستفيد منهم إن شاء الله. أبشر، هذا الواجب اللي أعطيتنا إياه نحن بنسويه إن شاء الله على أكمل وجه، وبنبحث عن إجابة. شكرا لك يا صلاح.